السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الإعلامي والناقد الرياضي الكبير علي بن شيخ، وين قالوا احنا مع الناس ثقافة كرة القدم. وشوفوا يعني المغرب عندهم لعاب عنده 15 سنة ولعب وين لعب في البارسا، يعني ما تمسخروش بينا، عارفوا الحقيقة، ما تبقاوش تضحكوا علينا. شوفوا كيفاش يعني كاش الناس اللي هم عارفين هم عارفين شكاين، عارفين مليح 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 مليح. يعني شحال من خطرة نقول لكم كي واحد يهدر مسؤول يهدر، ولا شوف وراءه شكاين، شوف قدامه هكا. الوحيد من حافظ الراجي هدر على 2027، اليوم صبح حافظ الراجي يقيس لكم بلي قوت، ها يقول لكم في الشك 2027، في الشك 2027، في الشك هاك تشوف. يعني يقيس لكم خطرة قلت راه زوج، قلت راه زوج، تا يقول لكم يا ودي مكاش منها 27، يعني تنكرهو. راح نقول لكم ما ناش في نقطة قوة خويا، ما عندناش نقطة قوة والله، ما نسعاو حتى وزن تاع ريشة تاع ذبابة، ست الجناح تاع الذبابة والله ما عندنا. وانتوما كي نقول لكم كيما تبالكم بلي انا نقصرو عليكم، وهي الحقيقة، والحقيقة المرة هذه هي. فهم ما نعرفوش اليوم هادو شحال في عمرهم؟ اقل من 17 بالعقل 17، نقولوا 17 16 ونص. البارح دخل ولد صغير في عمره 15 سنة و 90 يوم ولا ما يعرف شحال، يلعب في البارسا قدام تشافي ومدرب تاعو تشافي، وشكون قدامه 15 سنة 15 سنة وشي كالكو موا. شفت الناس كاع، انا واحد قاعد نستنى البارح نشوف في باش نشوف لو جون، وحنايا ما عندناش ديفلوب، ما عندناش طاقه. كان 2023 اقل من 17 سنه بالجزائر، انطلقت امس وتتواصل على مدار قرابة العشرين يوم. كان فيه امس حفل الافتتاح بحضور جماهيري كما كان منتظرا، لم يكن كبيرا في ملعب ويج برا، كان احسن ما كان حتى بلاكا الان برا كي تمشي في العاصمه تبين، ما عدا الاعلام الرايات الوطنيه تاع الفرق 12 المشاركه. يكون بهذا في حضور جماهيري مباريات عنابه، مباريات قسنطينه، الجمهور ما يشوفش، خساره. يجب ان الامور تتحسن شويه، المنتخب الوطني امام النيجر، المباريات امين اقصص، الترويج ناقص، حفل الافتتاح كان بسيط جدا، ما على باليش علاش، يعني الامور عرفوا شكاين على احسن ما يرام. انت على بالك سي بوحديكا، على بالك على حاجه صغيره، الناس ما بغاش تبني بوصاي بسيطه، يعني بسيطه باسكو عرفوا بلي لازم يبان تاكلادو من البنك. حبيت نسقسيك لا دانيير فوا لاشان، وكان ماشي حنايا بدينا نهضروا هنا في الهداف، ما كانوش سامعين بها، ما كان هنا في الجزائر ماشي سامعين بها، واحد ما كان سامع بها صح، ما كناش الامور مشات يعني. باسكو هضرنا تكلمنا، بداو لي بلاطو يهضروا، بداو كذا لازم الترويج، لازم كذا، لازم طلعوا لها شويه القيمه تاعها، وكما كان الحال بدا الترويج مليح والاشهار وكذا، ومن بعدها جات لاشان كيما لازم تجوز. الناس زهاد كانوا يدخلوا الملعب ساسوا في وهم، ولو بعدها ولات الناس ما تلقاش لي بي هنايا، ما شوف الترويج وين عنده امبورتونس. او رضوان والله غير شوف مام واش تحب نقول لك، عباك احنا الفوتبول اللي حاكمينه دوكا ماشي تاع فوتبول، الله يعطيك الصحه، ماشي تاع كره قدم. صح الناس هذوما دوك كي جبد لي انت دوكا، جبد الاسماء هذوما عندهمش علاقه مع كره قدم. انت كيفاش صح حبيت ينظموا هذه الحاجه هذه، كيفاش حبيت ينجحوها، كيفاش لازم تجيب ناس، وتكلمناها ديجا، لازم تجيب ناس تاع كرة قدم، تاع اللي يعرفوا الاشهار، يعرفوا يديروا الترويج، اللي يعرفوا كما قال لك محمد قاسي سعيد، كانوا قادرين يجيبوا لي جان تاع لي زاكاديمي، يعملوا استاد، يجيبوا المدارس، مي باش تخلي انت الملعب فارغ. اليوم السنغال، لقاء السنغال مع الكونغو، الملعب فارغ تماما. بون يقول لك دراري بالك كاين اللي راهم في لي زيكزامان، معليش اليوم الحد، بصح البارح السبت يوم عطله، يوم عطله الملعب كان فارغ. يا خويا وزع بالمجان بعض الدعوات باش الناس يكون على الاقل. الجزائر لعبت الملعب كان فارغ. علي بن شيخ، هل تعتقد بانه الترويج هو اللي كان ناقص، ولا
لانه حتى في اوروبا مثلا وحتى في افريقيا لما نضمناها ليوديسات نضمناها في الجزائر وصلنا النهائي خسرنا امام غامبيا في 2009 في عهد الرئيس السابق رئيس الاتحاديه السابق كان لعبناه في ملعب زيرالدا. هادوما في فرنسا ولا في المانيا هذه الدورات تاع اقل من 17 اقل من 19 يلعبون في ملاعب صغيره. بالك حنا درناها في ملعب عنابه ملعب قسنطينه ملعب براقي هادو ملاعب كبيره وبالتالي لي او 17 بالك ما يكونش لونغومو كيما الشان ولا كاس افريقيا للاكابر. لا دوكا حرنا فيكم ملاعب كبار قال كبار دوكا وكان لعبوهم في الصغار ولو كان لعبوهم صغار ما جاوش قالوا كان راحوا للحومه خير زيدوا يلعبوا في العومات. لا باسكو الناس دوكا كاين بزاف ناس ماشي كاع اوروزمون مي لا ماجوريتي بوكو جون انهم با دو كولتور تاع الفوتبول سي دي سويفيست كي تلعب فريق الوطني ا على الربعه تاع العشيه صايمين ويديو القدور ويروحوا باش يشوفوا الماتش. بصح لو كان جات عندهم الثقافه تاع كره القدم ويحبوا كره القدم لا ماجوريتي يروحوا يشوفوا هاد لي جون. اسكو عندنا ثقافة هذه واحدة ما عندناش هذه. اسكو عندنا ثقافة او نيفو فيديراسيون لي 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 كاين ان ديفلوبمون على الفوتبول وين يخليو الناس قالنا الناس انا هنا انا قلنا الناس وين الغلطة تاعهم وين قالنا الناس وين ما علموهمش. لو كان الناس قالنا شافوا بلي كاين خدمة ديفلوبمون والمستوى راه يطلع ويديكوفريو لي جون يصيرون كاع انتريسي. هنا راني قلت لك الغلطه تاعهم الناس ما تتبعش تبع غير ليكيب ا وتحبس تم وليكيب تاع بوكرا هاد زوج اللي يتبعوهم الباقي ما كاش. بصح دو لوت كوتي هل كاين نعرفوا حنايا بلي هاد كاين ديفلوبمون دي فوتبول هل نعرفوا لي جون ديالنا نعرفوهم ما نعرفوش اليوم هادو شحال في عمرهم حتى وين هذا المشرف تاعكم اللي سوف ياتي سوف من وراه ما كاش وين راهم الاعضاء اللي كانوا يتكلموا عليهم موتيبي سوف يلتحق موتيبي من وين راهم الاعضاء نسولكم نائب رئيس نائب ماشي نائب سكرتير تاع الاتحاد الافريقي نسلو كاش يبغى يجي عندكم سام كاش اللي بغا يجي حقيقه هذه كي نقول لكم كيما كاش اللي بغا يجي صح ما كاش اللي بغا يجي ماشي كم هذه صح حوسوا على روحكم نتوما كي تشوف انت رئيس اتحاديه باش شتو التصريح اللي درناه يعني رئيس اتحاديه يصرح لك بداك التصريح يعني منربي هربت يعني ما كاش دعم ماشي ما كاش دعم يعني ناس كذبت وبانت قلت لك تكذب عليا انا تكذب عليا وسوف ورانا نقطة القوة ومنا وانت عارف روحك باللي ماشي نقطة قوة تما كاع هدرتنا اللي كنا نقولوا لكم عليها كاع خرجت صح تما مزية ما مشيناش ما نمشيش كيما يقول مزية كاين ناس ما يمشوش يعني مع بيع الأحلام ما نمشوش مع بيع الأحلام ما نمشي ليش مع بيع الأحلام أنا انا ما تقارنيش بلي غادي نجي نعطيك ما تريد معه تاع توبابيا اذا ما شفتهاش راهي في البيا والله ما تسمعها نقول لك راك في الزبل. انا على قلت لكم 2025 علي قلت لكم تنال بيت منكم قلت لكم غادي يعطيكم الشعر هذه هي اقل من 17 بالعقل 17 نقولوا 17 16 ونص. البارح دخل ولد صغير في عمره 15 سنه و 90 يوم ولا ما يعرف شحال يلعب في البارسا قدام تشافي ومدرب تاعو تشافي وشكون قدامه 15 سنه ودي المغرب 15 سنه وشي كالكو موا شفت المغرب في الرياضه ربع انا واحد راه نشوف في باش نشوف لو جون وحنايا ما عندناش ديفلوب ما عندناش ثقافه باش نديفلوبيو على الفوتبول. اليوم كان البارح قدور هو اللي يستكلف اكس يكراك يستكلفوا بالشان دوا من داك جاست مليحه والو كريتيكينا شويه هذاك الصحيح هذاك اللي عنده لي كويس كذا ولكن غلطه سيريا هذيك من بعد هذيك الامور مشات كاين ممكن مشكل لا نحيك انت ونحط واحد اخر على هذاك مربوط خليها بروحها هي مربوطه يا صراحه
هاي مربوطه ما بقاش قاعده تنطلق، ربطوها في 2017 وقلت لكم هذو كاع مخلفات تاع تعريفاتو. هذه يا خويا متالي كاع. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ودايما معكم بجديد صحيتو.